لف ايس كريم هذا اكله، بعدين اروح اكل كمان شويه جلات الايس كريم اللي براس الايس. يوم ما بسرعه الا بدي اخلص هذا عشان هذا راح اوديه على الدكتور قبل ما حد يشوفني من شان يروح ياكل باب الباب بسرعه. من طعم الحمام الشمام عشان انا كل يوم يعني باكل فيه، مش لازم يعني انا اجتني خطه حلوه قوي. نفسي انا اروح اني اجيب شو ايس كريم، بس عشان اختي لانا الكبيره بتضلها تاكل بابا، مش عارف شو بدي اسوي. نفسي فيها انا ليش اصلا صحيتي، انا بدي اروح اشتري ايس كريم قبل ما لانا اختي تيجي. وين بدك تروحي؟ جاي على مشوار شوية. يعني يمكن بتروحي على صاحبتك ولا تلعبي؟ لا بس رح العب قدام السنة. طب سلام يلا باي. يا الله والله انا حاس امل اختي هتشتري ايس كريم وشيبسي والحاجات المضره والمصاص والاندومي، بس امل اختي هاي تقية بتشتريش هدول الاغراض المضرة، لانه بنوديها على الطبيب بتخاف من الحقن. قبل قالت لي والله تاني مرة مش هشتري، انا بدي اروح اقعد على البيت استناها. هاد اللي فرصة بدي اللي بدي اشتري فيها ايس كريم، متحمس كتير عشان اصلا لنا اختي ما شكتش فيها، والدنيا شوف يعني بديش لحد البلوزة اساسا، بدي اروح اشتري ايس كريم. انا خايف بس اختي لانا اشوفها هناك وهي بتشتري اغراض لماما، وانا كمان بتشوفني وانا بشتري ايس كريم. خايفه كتير تروح تقول لماما كمان وتشوفني ماما خرجت تودينا عند الدكتور غصب عني. والله خايف انا بدي اسرج راي انا يعني اتضيع وقتي كله قبل اليوم. انا خايفه اساسا يعني اكيد يعني الحين بالسوبر ماركت. يا بس يا رب ان شاء الله تكون امان. يا الله متحيرة كتير، شو كل هذه الأنواع؟ أشتري هذه؟ لا هذه لا مش حلوة، لا مش حلوة الساندوتش. واو بطيخ، واو بطيخ. يا الله متحيرة كتير عشان في أنواع تانية، أنا اشتريت البطيخ لأني بحبه. واو متحيرة. عشان اكل الجيلاتي كثير بحب الجيلاتي. يلا بدي ابلش اكل الجيلاتي، بدي اكل جيلات ايس كريم هذا كله، بعدين بروح اكل كمان شويه جيلات الايس كريم اللي براس الايس. يلا بسرعه اساسا ما فيش ولا حد هون عايش. انا اشتريت اساسا جيلاتي الايس كريم على الشكل هذه الرسمه تبعت راس القلب راس القلب راس القلب. يلا بدي اخلص هذا عشان هذا والله بدي اروح اشوف اختي امل، لان انا ايدي نص ساعه بلعب على الموجه، بدي اروح اشوفها طولت كثير. ايش بتعمل انت قاعده تاكل ايس كريم؟ لازم اروح احكي لبابا عشان اوديه على الدكتور، راح اوديه له جلاتي. يا الله ما لقيت بابا،
في البيت. يلا بس بتعمل انا خبيت الايس كريم عشان بابا ما يشوفوش. اه انت روح ودي على الدكتور. يا رب الدكتوره ما تحكي لبابا ولا مامي. يا رب يا رب يا رب ما تكون ما تعرفنا كمان. خلينا ودي على الدكتور بسرعه. انا روح ودي على الدكتور قبل ما حد يشوفني من الشارع يروح يحكي لبابا ولا مامي بسرعه. يا دكتوره يا دكتوره الحين اختي يا دكتوره مالها مالها اختك مغمى عليها مالها اكلت الايس كريم. اه شكلها مغمى عليها ومعاها سخونه من الايس كريم. بدي اشوف عندها لوز ولا لا. يا حبيبتي استنى خلينا اشوف زورها. خلاص هاي معاها تخان ولازم تاخذ حقنه يا حبيبتي. ماشي استنى استنى يا حبيبتي. هاي اختي تفاجئت شويه احديها الحقنه على عشان تصير كويسه ان شاء الله. ما تخافيش على اختك ماشي. يلا حبيبتي يلا 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 يلا. شكرا يا دكتورة علي اني عنقبتي اختي حبيبتي. لا اختي يا حبيبتي والله والله انا كنت حتى بدروح بس عشان بعرف انك المحامية انت بتمنك. اه بس عشان بعرف والله كلام بابا بهدلني. طيب طيب يا حبيبتي روح هلا بتصل على هناك. سلام. يلا سلام يا عسل سلام.